ننتقل الآن إلى درس الاستشراق. ما هو الاستشراق؟ الاستشراق هو النشاط العلمي الذي اهتم بالدراسات الشرقية من قبل علماء الغرب، أي أن علماء الغرب درسوا العلوم الشرقية. إذن الاستشراق هو النشاط العلمي الذي اهتم بالدراسات الشرقية من قبل علماء الغرب. لذا فالمستشرقون هم مجموعة من علماء الغرب الذين اعتنوا بدراسة الإسلام واللغة العربية ولغة الشرق وأديانه وآدابه لتحقيق أهداف دينية وعلمية وتجارية وثقافية وسياسية. السؤال الآخر في درس الاستشراق: ما الذي تناولته الدراسات الاستشراقية؟ ماذا درسوا؟ درسوا القرآن الكريم، الحديث الشريف، السيرة النبوية، اللغة العربية، التاريخ والتراث والحضارة الإسلامية. السؤال الآخر: وضح كيف نشأ الاستشراق. بدأت الدراسات الاستشراقية في إطار الكنيسة، أي بتوجيهات الكنيسة، بوحي من الكنيسة، بإشراف الكنيسة، باهتمام من الكنيسة، بتمويل من الكنيسة، بدعم من الكنيسة، وخاصة الكنيسة الكاثوليكية. لماذا؟ كانت الرعاية مسيحية وكنسية للانتقاص من تعاليم الإسلام وإهدار قيمته، وأيضا حرصا على حماية المذهب الكاثوليكي من جانب، وتعويضا نفسيا عن الهزائم الصليبية في تحرير بيت المقدس من جانب آخر، أي حرصا على المذهب الكاثوليكي من جانب وتعويضا نفسيا عن الهزائم الصليبية من جانب آخر. السؤال الآخر في درس الاستشراق يقول: ما هي الأهداف التي من أجلها نشأ الاستشراق؟ الهدف الديني، الهدف العلمي، الهدف التجاري، الهدف السياسي والاستعماري، والهدف الثقافي. سؤال آخر يقول: ما هي وسائل المستشرقين، ما هي وسائل المستشرقين التي استخدموها لدراسة علوم الشرق؟ أولا التأليف ونشر الكتب عن الإسلام من أجل الطعن في الإسلام، إصدار صحف ومجلات في البلاد الإسلامية، وكان هذه الصحف من أجل تأطير وتأصيل فكرة الاستشراق، إقامة مراكز البحث والدراسات التي تعنى بقضايا الشرق الأوسط لخدمة الاستعمار، التدريس الجامعي والإشراف على الرسائل العلمية للطلاب، واختيار موضوعات لرسائل الماجستير والدكتوراه تنمي الخلافات ما بين المسلمين. أما أهداف الدراسات الاستشراقية عفوا مجالات التنصير في البلاد الإسلامية فهي التعليم وإنشاء المدارس بجميع المراحل، ومجالات الجمعيات الخيرية الوهمية، وإقامة المستشفيات والمراكز الصحية. سؤال آخر في درس الاستشراق: ما هي أهداف الدراسات الاستشراقية؟ أولا التشكيك في صحة نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، التشكيك في صحة الحديث الشريف، التشكيك في التاريخ الإسلامي، التشكيك في قدرة اللغة العربية على استيعاب مفاهيم ومعلومات العصر، والعمل على إحياء النزاعات العرقية بين البلاد الإسلامية. ما المقصود بالتنصير؟ التنصير هو الدعوة إلى النصرانية، أي أن رجال الدين المسيحي يدعو إلى النصرانية في البلاد الإسلامية من أجل تنصير المسلمين وجعل المسلمين يتركون دينهم الإسلامي إلى الدين النصراني. نحن نسميه نصرانية ونسميه تنصير، وهم يسمونه تبشير. سؤال آخر عن درس الاستشراق: ما الفرق ما بين الاستشراق والتنصير؟ الاستشراق نقول أنه اتخذ صورة البحث العلمي والتأليف، أما والاستشراق أيضا اتخذ الكتاب والمقال وسيلة لنشر أفكار الاستشراق. أما التنصير فقد استغل العقليات الشعبية، أي عوام الناس، لذلك التنصير منتشر بين عوام الناس كان يدعو يعني عوام الناس. ماذا اتخذ؟ اتخذ سبيل العلم الخيري الظاهر، أي أنه ليس خيري لكنه في الظاهر خير، لكن يبطن في خبايا الكثير من هدم للإسلام.